السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، جعلوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من أحلى نغم، زي ما عودناكم دايما في برنامج أحلى نغم على شاشة السلام الفضائية. بيكون معانا كوكبة من القراء والمنشدين والمبتهلين، كل الخامات الصوتية التي تستحق السماع وتستحق الوصول للجمهور بتكون معانا في أحلى نغم. ومن برنامجنا النهاردة بنوجه رسالة لكل القراء والمنشدين، ممكن يشاركونا ويكونوا معانا في برنامج أحلى نغم، فقط الاتصال على الأرقام الموضحة على الشاشة. في حالات النهاردة يكون معانا كوكبة من القراء، يمكن حالات النهاردة أغلبها قراء إن لم يكن كل المشاركين معانا النهاردة قراء. معانا النهاردة قراء يعني على أعلى مستوى وخامات صوتية جيدة جدا، إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي اللي هيشرفونا اللي مشرفنا النهاردة. اتفضل عرف بنفسك. أحمد عبد الله من كفر ممكن الصقر. ممكن المايك شوية. احمد عبد الله من محافظه الشرقيه مدينه كفر الصقر. اهلا بيك. كم سنه يا شيخ احمد؟ 21 سنه. ما شاء الله. ماشي، اتفضل ادي المايك للاستاذ. انس حسن حواس. ممكن تعلي صوتك شويه؟ انس حسن حواس. تمام. كم سنه؟ 22. حضرتك قارئ قران كريم بقالك كتير يعني؟ 3 سنين. 3 سنين ما شاء الله. الله يكرم. ماشي، ادي المايك لمولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاني عوده من مدينة منيا القمح في الشرقية. برحب بحضراتكم. أهلا بحضرتك وبكل أهل الشرقية. يمكن دايما الشرقية، محافظة الشرقية يعني يعني ولادة للمزيد والمزيد والمزيد من القراء وعلى أعلى مستوى طبعا. ربنا يبارك في حضرتك. يعني عايز أقول لحضرتك يعني طبعاً في برنامج أحلى نغم شرفنا ضيوف كتير جدا وقراء على أعلى مستوى من محافظة الشرقية. ده الكلام ده ببركة تشجيع حضراتكم ليهم يعني. والله يعني ربنا يبارك في حضراتكم. من الشرقية أعلام القراء يعني القراء. وعلى اعلى مستوى زي ما بقول لحضرتك. اكيد. طيب لو أكيد حابين نبدا بقى مع فضيله الشيخ احمد، ممكن تديله المايك. فضيله الشيخ احمد عبد الله صغير السن كبير المقام، ناوي تمتعنا بايه النهارده ان شاء الله؟ من مقطع من سوره النمل، القران المجود بامر الله. ماشي، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده
وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني ما شاء الله عليك الصوت العذب والسلاسة في القراءة والإنسابية في الأداء، ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا رب وينفع بيك ويبارك فيك. مولانا الشيخ ايه هتسمعنا ايه بقى؟ ان شاء الله من سورة الأحزاب. من سورة الأحزاب؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يا أيها الذين آمنوا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، يعني صوتك من الأصوات القوية. عارف انت دايما نسمع يقول لك ايه، الشيخ ده مزاجه رايق قوي، انت النهارده مزاجك رايق قوي ومعدي ما شاء الله عليك. ننتقل الى القارئ، القارئ هاني عوده من عاصمه القراء محافظه الشرقيه، هتمتعنا بيه النهارده بقى ان شاء الله. يعني حاجه بسيطه من اواخر سوره النبأ ان شاء الله. ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا إِنَّا
صدق الله العظيم. يعني دايما بنلاقي في قراء كده مولانا بيقرا القران بالمعنى، بيوصل لك المعنى فبتحس بالقران يعني احساس تاني خالص، زي حضرتك ما قرات كده. انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر ضيفي القارئ احمد عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا، اسعدتنا وامتعتنا ونورتنا. بشكر ضيفي الشيخ انس، بشكرك شكرا جزيلا، ودايما ان شاء الله معنا في احلى نغم. ومن عاصمة القراء محافظة الشرقية بشكر الشيخ هاني عودة، يعني دايما ان شاء الله معنا في احلى نغم، ويا رب دايما في تقدم ونجاح، وبالقرآن نحيا دايما ان شاء الله. نشكركم جدا على تشجيع حضراتكم الكبير، ربنا يبارك فيكم. ده شرف لنا يا فندم، ربنا يبارك فيكم. مستمرون معكم لنعرفكم على اجمل الاصوات القرآنية التي عنقت القرآن ورتلته ترتيلا، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية، يعني مستمرين معاكم وأجمل الأصوات القرآنية التي عنقت القرآن ورتلته ترتيلا. اسمحوا لي أرحب بضيوفي القارئ عبد الحميد ياسين، أهلا بك. أهلا بسيطة. اسمحوا لي أيضا أرحب بضيفي الشيخ حسن جاب الله، أهلا بحضرتك. دي المي. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بضيفي وصديقي العزيز الشيخ محمود خيري، اهلا بحضرتك. استعمل المايك يعني وانت بتكلمنا، هو شغال يعني، قربوا بس منك. احنا سعداء بيكم جدا، ودايما يعني معانا في احلى نغم. لو نحب نبدا بايات من الذكر الحكيم مع مولانا، ممكن تسمعنا ايه ان شاء الله ما تيسر من اواخر سوره البقره؟ ماشي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء يا
لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بجد أحييك على اختيار الآيات، يعني من الآيات الجميلة جدا والسلسة واللي بنحب نسمعها دايما. فضيلة القارئ الشيخ حسن جاب الله، أولا الحمد لله على السلامة، تأخرت علينا أنت شوية النهاردة، الحمد لله على السلامة. حضرتك جاي من محافظة إيه؟ بحيرة. أهلا بكم بكل أهل البحيرة. حضرتك ناوي تمتعنا بإيه النهارده بقى من القرآن الكريم؟ إن شاء الله من أواخر سورة الحج. ماشي، بس خلي المايك بس على بعد ثابت من حضرتك ما يتحركش يعني. إن شاء الله. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو لو أنزلنا هذا القرآن
متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. يعني أنا بحييك على اختيار الآيات، وما شاء الله عليك، يعني صوتك جميل جدا، وعندك يعني سلاسة في القراءة. ربنا يزيدك يا رب وينفع بيك، وتكون معنا كده دايما في أحلى نغم، ودايما نستمتع بيك، ودايما جمهورنا يستمتع بيك في برنامج أحلى نغم. ننتقل للقارئ الشيخ محمود مجدي. وبالمناسبة محمود يعني مش مجرد ضيف لبرنامج أحلى نغم، ده محمود يعني صديق من أيام الجامعة، وأنا فوجئت بيه والله النهاردة. يعني ببص لقيته كده داخل عايا في البرنامج. فين بقى من أيام الجامعة؟ ما شفناش بعض لما كنا كده نتقابل في الجامعة، وكنا نعمل حلقات للقراءة. كان دايما يمتعنا بقراءة القرآن الكريم، وكنا دايما نستمتع معاه. النهاردة يعني جمهورنا له نصيب إنه يستمتع مع محمود مجدي. الشيخ محمود هتمتعنا بإيه النهاردة بقى؟ قرب بس المايك وخليه على بعد ثابت عشان الصوت. ناوي تمتعنا بإيه النهاردة؟ إن شاء الله آخر ياسين بإذن الله. ماشي، قرب المايك شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل كل خلق عليم.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. يمكن بتذكرني يعني بأيام الجامعة كان نفس القراءة ما شاء الله عليك دائم الإبداع صديق العزيز الشيخ محمود مجدي بشكرك شكرا جزيلا بشكر فضيلة القارئ الشيخ حسن جاب الله بشكرك شكرا جزيلا القارئ والمنشد عبد الحميد ياسين بشكرك شكرا جزيلا أسعدتونا وأمتعتونا ونورتونا ودائما معنا في أحلى نغم. قبل ما نختم فقرتنا أحب أذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراده معا فعليه بالقرآن. ربنا يجعلنا دائما من أهل القرآن. بشكركم شكرا جزيلا مرة تانية. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. هيكون معنا موهبتين يعني من أجمل المواهب القرآنية إن شاء الله يكونوا معنا بعد الفاصل. خليكم معنا. نسمع لربا تدري خرجاتي ومنا
اهلا بكم مره تانية ومستمرين معاكم واحلى نغم. زي ما عدناكم قبل الفاصل هيكون معنا موهبتين يعني من المواهب القرانيه على مستوى عالي جدا. اسمحوا لي ارحب بضيوفي المنشد والقارئ يوسف مصطفى رأفت. عدي يوسف المايك. اهلا بك شيخ يوسف, اتكلم في المايك. الله يخلي حضرتك. كم سنه شيخ يوسف؟ 14 سنه ان شاء الله. ما شاء الله, يعني القران مديك وقار ما شاء الله. الله يخلي. ماشي, ادي المايك ل الشيخ ماجد احمد. اهلا بيك. جزاك الله خير يا شيخ, الله يبارك فيك, الله يخليك. الحمد لله على السلامه. انت جاي لنا من محافظه انا. محافظه انا, يعني ربنا يجعل خطاك دي في ميزان حسناتك يا رب. والله نحن شرف لنا مروركم العطر يا شيخ, راح شرف لنا, الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك, يعني يعني قارئ وخطيب مفوه كمان. والله جزاك الله خير, ان دام زوج حضرتك. ما شاء الله عليك, الله يخليك. لو حابين نبدا بقى مع فضيله الشيخ يوسف. حضرتك قارئ, ادي له المايك. قارئ ومنشد. انت بعت لي فيديوهات قبل الحلقه انا استمتعت بيها جدا, ناوي تمتعنا بقى وتمتع جمهورنا النهارده بايه؟ بابتهال في مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي حبيبي اتفضل, بس خلي المايك على بعد ثابت منك بس. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والكافور, المسك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجناته من عرق النبي والورد والياسمين من وجناته يا عاشقين محمدا وآله صلوا عليه فتسعدوا بصلاة. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك, أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك, أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك, أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك يا عاشقين محمدا وآله صلوا عليه صلوا عليه تفوزوا بصلاته.
خد طه شامة وعلامة سبحان من خص الجمال بذاته نذرا علي إذا ايه الجمال ده؟ يا ربنا يزيدك يا رب وينفع بيك كده. بتسمع لمين يا يوسف؟ بسمع لمشايخ كتير جدا من مشايخنا الكبار. يعني مين من اهم المشايخ دول اللي انت متاثر بيه جدا في ادائك؟ فضيله الشيخ محمد عبد القادر ابو سليم. تمام، بس انا شايفك يعني متاثر جدا باداء الشيخ نصر الدين طوبار. ربنا يخليك، هو طبعا استاذنا كلنا جدا. بتدرس مقامات يا يوسف او بتدخل معهد قراءات؟ دخلت معهد الدكتور عبد الفتاح الطاروطي لاعداد القراء والمبتهلين. ما هو ما شاء الله عليك، يعني باين عليك من ادائك ان انت مدرسه، يعني الله يخليك، يعني مش مجرد هاوي، يعني خامه صوتيه جيده وما شاء الله عليك بتنمي الموهبه برضو. الله يخليك. ننتقل بقى لفضيله الشيخ ماجد احمد، يعني جاي لنا من الصعيد. انا بحييك على الاصرار الجميل ده، وربنا يجعل خطاك في ميزان حسناتك. والله جزاكم الله خيرا، والله زادكم الله شرفا رب العالمين. اللهم امين حبيبي. حابب تمتعنا ايه بقى النهارده من آيات؟ تفضل. القرآن كله جميل، يعني القارئ جميل والقرآن أجمل طبعا بإذن الله. وأنت أجمل حبيبي. أنا فيك الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء بالحسنة فله وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ Thank you.
وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ومن ضل فقل إنما وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، يعني مندمج جدا مع الآيات ومتفاعل جدا. بتذكرني بالشيخ، قرب بس المايك من والله ده هداية من الله عز وجل، يعني أسأل الله عز وجل أن يعني يجازينا به خيرا يعني إن شاء الله. بتذكرني بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما كان يندمج كده ويحط يده كده على أذنه، كان بيندمج كده زي ما شفتك أنا دلوقتي. والله يا شيخ نحن شرف لنا أن نتمثل بعلمائنا وكبرائنا، نحن شرف لنا يا شيخ. والله أنا مش عارف أقول القارئ ولا الخطيب ولا الشيخ، مش عارف أقول لك إيه. ما شاء الله عليك، يعني أنت صغير السن كبير المقام، ربنا يزيدك الله خير. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك. أنا بشكرك شكرا جزيلا للقارئ ماجد احمد، بشكرك وبحييك على اصرارك انك تيجي من هنا لحد هنا. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه. ومره ثانيه يا شيخ نحن شرف لنا مروركم العطر، جزاك الله خير. بشكر برضو والدك اللي دعمك وساعدك انك تيجي معانا هنا النهارده، وان شاء الله يعني يا رب دايما كده مزيد من التقدم والنجاح باذن الله. جزاكم الله خير يا شيخ. المنشد والقارئ يوسف مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا، يعني اسعدتنا وامتعتنا، وان شاء الله على تواصل مع بعض دايما، وكون معانا دايما في احلى نغم. الله يخلي حضرتك، شرف لنا طبعا. احنا يعني سعداء بيك جدا يوسف، وان شاء الله يكون لك مستقبل يعني كبير جدا في عالم الانشاد والقران الكريم، لانك من الخامات الصوتيه الجيده جدا، ما شاء الله عليك. الله يخلي حضرتك. بشكر حضراتكم لحسن وطيب المتابعه. خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، لكن قبل ما نختم برنامجنا النهارده احب اشكر كل فريق العمل، الاستاذ معتز مسعود مخرج البرنامج، والاستاذ معاويه، والاستاذ محمد جمال، وكل فريق العمل اللي بيساعدنا وبيدعمنا دايما عشان نظهر لحضراتكم بالصوره الجميله الطيبه اللي بنكون معاكم بيها. بشكر حضراتكم لحسن وطيب المتابعه. الى ان نلقاكم، تقبلوا ارق تحياتي محمد عبد السلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.